شاء الله تبارك الله. هذا منظر لاستراحة مزرعة جبل سلاء. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أيوة. ما شاء الله على الجلسة الرائعة الجميلة. تفضل مع أبو أيمن. طبعا أمامنا الآن منتوجات المزرعة. نعم، هذا البن قطف اليوم. ما شاء الله تبارك الله. نعم، الله يبارك لكم إن شاء الله. هذا العنبرود. أيوة، وهذا الشاي الازرق. ايوه، هذا الشاي الازرق قصته ايش؟ تشربه الان ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. هذه اطلالتنا، شوف العارضه تحت. والله اطلاله رائعه من قطعه النظير من جبل سلاء. الشاي الازرق. سلام يا ابو ايمن، اسلم. الشاي الازرق. ضفت الليمون.
شاء الله تبارك الله. وهذه نبتة الشاي الأزرق، وهذه أشجار البن ما شاء الله تبارك الله.